السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب، حياكم الله في هالليلة اللي إن شاء الله تكون مفيدة لكم ومفيدة للجميع. طبعا في بداية الليلة احنا بنحدد المتسابقين اللي بيشتركون، وبعد ذلك بيكون تصفيتهم بسؤال واحد، يعني سؤال لكل شخص، اللي بيغلط يطلع على طول. اللي بيبقون متسابقين إلى ثلاثة، أستاذ رامي بيمسك المسابقة وبيكون التصفية بينهم بثلاث أسئلة، اللي يجمع النقاط أكثر هو الفايز، وإذا في تعادل أكيد بيكون سؤال بسؤال إلى أن يحسم لشخص معين. فليتفضل الأستاذ رامي ببداية المسابقة. شكرا لكم، جزاكم الله خير على التقديم. مسابقة بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم يا شباب، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله فالكم جميعا الفوز بالجوائز القيمة. وأشوف إحنا عندنا هنا في المتسابقين الحلوين الحبيب راشد. طبعا يا شباب المايكات مفتوحة، يعني الشخص اي حد يقدر يعمل الميوت وميوت لنفسه عادي، فاحنا محتاجين ان اللي هيشاركوا في المسابقه يكونوا دائما منتبهين الى الميكروفون، ويعني مصحصحين لما يقدروا يعمل الميوت بعد ما يخلص الاجابه على سؤاله، يعمل ميوت مباشره. الاخ راشد ان شاء الله موجود معنا، رفع ايديه. اهلا بك اول غالي السموحه يا اخي. انا بدايه طبعا اسمي هاشم الهطالي، بس مسوي اسم راشد هاشم من سلطنه عمان. اي والله اهلا بك يا هاشم يا جميل. طبعا السموحه منك، انا اصلا كنت ما اعرف استخدم التطبيق فرفعت يد بالغلط. لا عادي، بالعكس، ده بالعكس، ده رفع اليد ده دليل على الادب والانضباط والالتزام والاخلاق الرفيعه. الله يعزك. اهلا بك، ويعني هذا ليس من بغريب على اهل عمان الطيبين المحترمين. الله يعزك من طيب اصلكم. عمار موجود معانا، عبد الرحمن ان شاء الله مشارك معانا. عبد الرحمن ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. اتنين عمار دلوقتي، في عمار الكلباني وعمار الكلباني اخونا الحبيب عباس. يا اهلا وسهلا، هتشارك معانا ولا ايه، ولا انت مش هتشارك معانا؟ أخونا العزيز الجميل الغالي الفاضل المحترم الراقي الأستاذ عباس، نجم النجوم. طيب إذن احنا إن شاء الله عندنا أربع متسابقين أبطال إن شاء الله بإذن الله. هؤلاء الأربع المتسابقين الأبطال كل واحد هيكون عليه تخطي تحدي السؤالين، ووفقا يعني لطلب أخونا الحبيب حسين فإن جميع الأسئلة ستكون أسئلة قرآنية حول كتاب الله عز وجل. محدش كلمك سيري لو سمحتي، احنا أصلا ما بنديلك ما بترديش، وتردي وإحنا ما بنكلمكيش، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا إن دل فإنما يدل على فضائل الشهر العظيم، إن حتى سيري اللي ما بتردش لما نديلها بقى بترد من غير ما حد يكلمها. كل عام وانتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين. انتم بخير وانت بالصحة والسلامة. فنستعد بقى كده ونشحن الإمكانيات القرآنية لدينا. السؤال الأول عند أخويا العزيز، وهيبدأ أخويا العزيز الغالي من أهل عمان اللي هو اسمه راشد، بس اسمه مش راشد، اسمه حاجة تانية. تفضل يا حبيبي، معايا على المايك حبيب. والله معك طال عمرك. اهلا وسهلا ومرحبا، اسمك ايه قلت لي؟ الله يعزك. هاشل سالم سليم الهطالي. هاشل ولا ماشل؟ اسمك ايه؟ هاشل بالضبط. بالضبط الله يعطيك العافيه. هاشل، الله، ده اسمك جديد جدا واسم جميل ما شاء الله تبارك الله، ويعني يدل على انك هتدينا بقى احلى معلومات واحلى تفسير. الله يعزك. الله يعزك حبيبي الشيخ هاشل. تسلم تسلم. كنت أتمنى أنك تسمي البتاع باسمك، باسمك عشان ترفع الوعي
بهذا الاسم الجديد الجميل هاشم. ود الحلال تراته، وما أعرف كيف أغير أصلا الاسم أنا بالضبط. مش مشكلة، هو برضو راشد اسم جميل جدا، ما هوش وحش ولا حاجة. أهم حاجة إن اسم رجل يعني أنت. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياكم الله، شهر رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. يا سلام الجميع على الجميل. هذا الصوت حياك الجميل وهذا الطلة الرائعة حبيبي الغالي. حياك الله، أنت الغالي والله. الله يحفظك. يلا هاشل معايا، هاشل سؤالك الأول، مستعد حبيبي؟ طالما جاهز تجهز لنا. بسم الله. السؤال يقول: فيمن نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الآية الجميلة دي اللي في سورة البقرة في الجزء الثالث نزلت في من من المشركين اللي كلامه حلو ولكن قلبه اسود وهو ألد الخصام. تعتقد مين؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. معاك 30 ثانية تجاوب فيهم على سؤالك الأول أخوي هاشل. حبيبي أتوقع عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول، دي إجابتك النهائية؟ من يعجبك قوله في من نزلت. أوه الله، ناس إن شاء الله فرق الدعم ساعدة. أي آه، هل معروف في الحياة الدنيا في من نزلت؟ هو توقع في عبد الله. توقع في عبد الله بن أبي بن سلول، هذه إجابة نهائية. تجاوب عبد الله. معاك 10 ثواني. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ واضح. 30 ثانية. أتمتها خلاص. أتمتها الغالب. لازم نسمع بقى قولهم في حياة الدنيا. أيوة. في من نزلت؟ ما شاء الله تبارك الله، مجموعة كبيرة من الناس حواليك بتساعدك والعائلة كلها معاك، وهذا يدل على انك شخصية شعبية ومشهورة في البيت ما شاء الله. طب لو انا داخل في مسابقة ما حدش بيعبرني. ما شاء الله عليك هاشم والله. احنا مستنيين برضو الناس تساعدك برضو، مفيش مشكلة. بس بقى ما تطولش يا هاشم، احنا معانا نص ساعة يعني عايزين نخلص. ماشي حبيبي. ها بسم الله. بسم الله راشد اللي هو اسمه الحقيقي هاشل معانا، ومستنيين الناس اللي حواليه والاشخاص الجميله اهلنا الطيبين الغاليين في اهل والله عمان. صح اللي صدق اللي قال من الدنيا يا اخي، ابوها وامها الدنيا. بس انت ما عرفتش تجاوب على السؤال بعد كل الانتظار. انا اصلا قاعد استناك واطول في السالفه عشان اجابتك للاسف غير صحيحه يا اخويا الفاضل هاشل. هو الاخنس ابن شريق، نزلت في الاخنس ابن شريق. معلش ان شاء الله عندك لسه سؤال تاني، فرصه تانية ان شاء الله هيعدي عليك الدور. ولكن الله 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 الله، ده انت غيرت اسمك يا راجل، وبتقول ما بعرفش اغير الاسم. ده انت فنان، ده انت خليت اسمك هاشل راشد الاثنين مع بعض. السؤال الان لعمار صبري. عمار يا صبري اطلع لنا على المايك وخد سؤالك الاول. الو ايوه معك. في 7 صحابيين اشتهروا بقراءة القرآن واقراءه وتعليمه، 7 القراء بيقولوا عليهم، ممكن تقول لنا منهم 3 على الاقل؟ 3 كده من الصحابة اللي اشتهروا بقراءة القرآن. عبد الرحمن بن مسعود. تمام. عبد الرحمن بن مسعود. تمام. عبد الله بن عباس. تمام. الثالث. استنى بقى، ده انا هشغل لك المكيف يا عمار يا صبري عشان الواحد يركز معاك ومع الاسماء اللي انت بتقولها. غير اكرامي بارده الدنيا عمي، بارده يا من عندنا الدنيا بارده. طب ادينا بقى كده الاسماء. والله يا اخي الدنيا حر. ايوه عفوا، الاسم الاول هو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. تمام. الثالث من علماء القرآن. تمام. انا بقى معاك كده 20 ثانية كمان، وفي الاخر هقفل عليك باب السؤال، فشد حيلك يا ابو عمار. الله يبارك فيك. عمار صبري من اليمن. أيوة. اليمن السعيد. فكر كده في الصحابة. الله يسعد قلبك. الله والله العظيم ده انا قلبي سعد لما شفتك. الله يسعدك. الله يبارك قلبك.
ما فيش حد يساعدك انت بقى، انت شكلك زي مسكين. ايوه ايوه زيك انا. اهلا بيك، اهلا بيك حبيبي. خلص ما بس هقول لك. معلش معلش معلش. يبقى اذا طبعا انت قلت عبد الله ابن مسعود هو صحيح، لكن عبد الله بن عباس ليس من مقرئ القران. يا راجل كنت دي على طول المشهور عندك علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابي بن كعب، وعثمان بن عفان. عثمان بن عفان مشهور، ابو موسى الاشعري، ابي الدرداء رضي الله عنه. والله ما شاء الله عليك. معلش اركن جنب حبيبك هاشل، ان شاء الله الدور هيلف ويجيلك، وكل سنة وانت طيب. عبد الرحمن سامي حبيبي وصديقي، واللي هديله سؤال سهل عشان يجاوبه ويبقى هو اللي يفوز عليهم. اطلع ان شاء الله بإذن الله. حبيبي عبد الرحمن سامي، عبد الرحمن مستعد للسؤال ان شاء الله؟ ها؟ انت طبعا متوقع ان هديلك سؤال سهل، ولكن في أكيد. الحقيقة لا، أنا هدي لك سؤال صعب جدا. دعنا منك على كده خلاص. الله يبارك فيك حبيب حبيب حبيب. كم عدد آيات سورة التوبة؟ كم عدد آيات سورة التوبة يا شيخ؟ الآيات. آه سورة التوبة. أنت بتكتب ولا اللي جنبك هو اللي بيكتب؟ عوض سهلة. يلا بقى يلا بقى، ده أنا بجملك أهو يا راجل. يلا يا راجل. الله الله 129. برافو على جوجل وبرافو عليك يا عبد الله يا عبد الرحمن، واجابه صحيحه. واول انا مخي هو اللي جوجل، مش جوجل. مخك انت هتشتغلنا بقى. مخ اخوي، مخ الغريب انت عارفه بقى. الله الله على الغريب، حبيب الغريب. سلم لي عليه احلى سلام من الناس المحترمه برضو، ومن الناس الراقيه جدا. وعبد الرحمن والغريب من الـ من الـ الطلاب المجتهدين، ومن الشخصيات المتميزه اللي تحسهم ما شاء الله اكبر من سنهم بادابهم واخلاقهم وتعاملهم الراقي جدا مع الناس. تبارك الله، تحياتي لكم يا عبد الرحمن. وهذا ليس كلام من باب المجامله ولا الاستهبال، ولكن ربنا يعلم انها شهاده حق، وانا شهادتي مجروحه فيكم يعني صراحه. ننتقل الان الى اخويا وحبيبي وصديقي عمار الكلباني. اطلع يا عمار على المايك. اطلع يا عمار، ده انت سؤالك بقى مش معدي. اطلع. اهلا اهلا وسهلا الاستاذ، كيف اخبارك حبيبي؟ حبيبي عمار، منين يا عمار؟ عمار عمار الكلباني لو تسمع. نعم. مرحبا وسهلا. من اي البلاد يا حبيبي؟ من عمان. من احلى ناس واجمل ناس، وان شاء الله تعوض الخطأ اللي خطأه صديقك الحبيب هاشل. وهسألك عن سورة الكليم. ما هي سورة الكليم؟ في سورة كده من سور القرآن بتلقب بسورة الكليم، فما هي سورة الكليم؟ اديني بقى الإجابة وسمعني. ها. سمعني. بسم الله. أنا يلا سمعك يلا يلا. ما شاء الله تبارك الله. سورة الكليم يا شيخ، السؤال قصير يتكتب بسرعة. سورة طه. الله الله عليك، سورة طه. الله الله عليك. إذن عندنا عمار عنده نقطة، عندنا عبد الرحمن عنده نقطة، عندنا هاشل وعمار لسه لم يحالفهم الحظ، لكن إن شاء الله أسئلتهم الجاية سهلة. ويطلع لي بقى هاشل. في حد تاني دخل كأن محمد إسحاق ولا مش عارف حد زي كده. اطلع لي بقى، اطلع لي يا هاشل، تعال تعال. طالع ابوي، طالع ولد الحلال حبيبي حبيبي. يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا، ما هي السورة الحائلة؟ انا سألته عن سورة الكريم وقال لي سورة طه. ما هي السورة الحائلة؟ ها الحائلة. نعم، ده سؤال بقى سهل جدا ويتكتب بسرعة. المشكلة الآية كانت طويلة عليكم المرة اللي فاتت ما لحقتوش تكتبوها، فالسؤال ده بقى المرة دي سريع. ما هي السورة الحائلة؟ السورة الحائلة. ها عندكم كنافة في عمان يا أخ شاهل؟ بتاكلوا كنافة في عمان ولا لا؟ ولا بس الحلوى العمانية بالزعفران؟ أكل كنافة والله. في كنافة مشهورة يعني في عمان ولا بس مش معروفة قوي؟ أكلة مأكولة يعني في عمان. إيه والله ما شاء الله. وإيه الحلويات تانية
المشهوره في عمان. يا بلمي يا واجب. اي والله تناولت النهارده في طعام الافطار اخوي حبيب شاهل. اقول لك استاذي بس سوره الكهف اعتمد. سوره الكهف دي الاجابه صح ولا حاجه تانية؟ دي الاجابه يا شيخ. هي مره اعتمدها. الله الله اعتمدناها ونقطه ليك، نقطه ليك من سؤالين حبيبي، مبروك عليك. قول لي بقى اكلت ايه النهارده في الفطار؟ والله حبيبي في الافطار تناولنا طبعا في اكله اسمها مهفوسه عندنا. المهفوسه؟ اي نعم. بتتكون من ايه بقى المهفوسه؟ يعني مع دجاج مع خضار طماطم. الله المهفوسه. طيب وايه كمان؟ والاكله الاساسيه التمر مع طحينيه اذا سمعت. الهرده. الهرده ما شاء الله. لا لا لا. ده انا ثقافه واسعه خد بالك. انت طبعا مفكرني مش عارفها. لا حول ولا قوه. كل واحد يجهز بقى كان ايه في الفطار كده وهو طالع على المايك. السؤال الثاني لحبيبي وصديقي عمار صبري يطلع لي على الميكروفون. يلا هاش الجواب اهو يا عمار. معك بالك انت كمان. قول لنا اكلت ايه الاول على الفطار يا عمار. صوتك بيقطع شويه عمار، صوتك بيقطع شويه، معلش اصبر شويه وبعدين حاول من جديد. عمار العمامير حبيبي عمار صبري من اكتر الناس تفاعلا في الجروب في تويتر، شخصيه تفاعليه جدا عمار صبري. اهلا قول لنا اكلت ايه على الفطار. يلا الله يسعدك. كبسه. الله كبسه ايه بقى؟ تسمعني؟ اي نعم. كبسه ايه اكلت؟ كبسه ايه؟ والله ملناش نصيب نسمع كبسه ايه، لكن اهم حاجه يكون لينا نصيب نسمع اجابتك على السؤال اللي بيقول ما هي الصوره الملقبه بصوره المضاجع؟ القاب الصور، القاب الصور واسمائها احنا مع في الجوله دي من الاسئله. صوره المضاجع ما هي يا عمار لو كنت لسه سامعني؟ ايه هي صوره المضاجع لو لسه سامعني يا عمار وتحاول تقول لي ايه هي صوره المضاجع؟ عمار صبري من اليمن اللي واكل كبسه في الفطار وقع وقع، والسؤال هيستناه لحد ما يرجع. السؤال اللي هيروح ليمين ولا شمال يطلع للي بعده. عبد الرحمن سامي. عبد الرحمن سامي، ما هي صورة التوديع يا حبيبي؟ ما هي صورة التوديع؟ صورة التوديع. صورة التوديع. أيوة صورة التوديع أو صورة الوداع، ما هي؟ ابحث بسرعة يا محمد ويا غريب. خلوا عبد الرحمن ياخد نقطة جديدة. والله محمد ما هو جامد. سلم لي عليه. سورة النصر. الله الله نقطتين يا حبيبي. سورة التوديع طبعا. مش عارف تعرف بقى انا قلت ايه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بكى ابي بكر، لانه هو كان الوحيد اللي فاهم ان تمام النعمة يعني نهاية المهمة في هذه الحياة الدنيا. رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى يا رب. إجابتك صحيحة يا عبد الرحمن. وكلت إيه في الفطار؟ كلت مكرونة بشاميل وحش ورق عنب. الله الله على المائدة المصرية الدسمة، وتسلم إيد الحاجة يا حبيبي. مكرونة بشاميل كانت حلوة النهاردة ولا إيه؟ مكرونة بالبشاميل من الأكلات من الأكلات اللولبية جدا. تسلم يا حبيبي تسلم. لولا كورونا عبد الرحمن كنت هجيلك واكل عندك مكرونه بشاميل وورق عنب. مشكور عندك نقطتين، ويطلع لك صديقك وحبيبك عمار. عمار برضو اللي عنده نقطه ويقدر يلحق عبد الرحمن ويبقى عنده نقطتين. اطلع لنا يا عمار من اهل عمان. هو هذا موجود حبيبي. كلت مهفوس انت كمان ولا كلت ايه؟ لا ما مهفوس، فريد انا ماكل فريد لحم. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. الكباني من صوب عبره ولا كيف؟ من عبره نعم. اسمع يا عم ما تتدخلش في دوره، خليك في دورك انت، انت عندك نقطة واحدة. ما عرفت هو ممكن يبقى عنده نقطتين ويسبقك. سؤالك يا حبيبي برضو ولسه في ألقاب السور، ما هي السورة التي عرفت بسورة العبادة؟ سورة العبادة، سورة بتتكلم عن العبادة. اديني في حد، في حد عندك انت كمان بيساعدك ولا ايه؟ نفسي كده يا جماعه نشغل الدماغ ونركز في التركيز.
السؤال الثالث بقى هيكون في التفسير عشان ما حدش يعرف يروح يمين وشمال وما تلحقوش تكتبه برضه في النت. يلا يلا بسم الله بسم الله تعالى. اديني بقى سورة العبادة هي ايه؟ الكافرون. الكافرون اجابة صحيحة. ما اقدرش اقول كلام على بعد كلام جوجل. سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون، لانها بتتكلم عن العبادة والفصل فيما يعبد المسلم وبينه وبين ما يعبد الكافر، فهي سورة العبادة بالفعل سورة الكافرون. نرجع ليك هاشل وان شاء الله تكون المحفوسة مأثرة عليك بالإجاب ودماغك مصحصح ومستعد للإجابة على السؤال اللولبي الطاحن اللي جاي لك، واللي بيقول في أي سورة من سور القرآن ذكر حد الرجم، رجم الزاني والزانية في أي سورة من سور القرآن؟ الدنيا هاي إن شاء الله نور ونعتمدها. نور شاء الله. إجابة نهائية. قطع الله. ده انت واثق وسريع، ده انت واثق وسريع يا راجل. إجابة خاطئة طبعا. حد الرجم لم يذكر في القرآن الكريم أبدا، ولكن أكدت عليه السنة النبوية. أنت دخل في دماغك حد الجلد، لكن أنا بقول حد الرجم. حد الرجم لم يذكر في القرآن الكريم، ولكن أكدت عليه وقائع السنة النبوية المتواترة من رجم ماعز بن مالك ورجم المرأة الجهنية، ولكن اللي ورد في القرآن الكريم حد جلد الزانية غير المحصنة والزاني غير المحصن. هارد لك هارد لك، تاخد وقتك وبحث في النت. اتسرعت يا شيخ اتسرعت. اقعد شوية وخليك للسؤال الثاني اللي جاي لك. يا عمر يا صبري، عمار عمار يا صبري، عمار صبري ماله يا جماعة؟ والله اسئلته قاعدة مستنياه. يرجع في اي وقت اسئلته قاعدة مستنياه وهيتسئلها ورا بعض، وان شاء الله يجاوب فيها. يا شيخ عبد الرحمن موجود. يا شيخ عبد الرحمن موجود حبيب قلبي. في اي سورة ذكرت فاكهة الموز؟ تسألها في المسابقة اللي فاتت انا عارفها. ايوة علي حبيبي حبيبي، سمعتها انت مني قبل كده السؤال ده، سؤال مهم. اه والله العظيم. فين بقى؟ اي سورة؟ ها فين بقى؟ في سورة يوسف. إجابة غلط يا شيخ، حرام عليك، ضيعت النقطة من إيديك، كنت تستنى وابحث في سورة الواقعة. ده أنت بتقول إنك سمعها قبل كده، بتقول إنك سمعها قبل كده في سورة الواقعة. وطلح منضود. والله أنا الطلح هو الموز، والطلح ده من الحاجات الجميلة اللي المؤمنين هياكلوها في الجنة. وطلح منضود وظل ممدود. طلح منضود يعني موز مستوي، يجي لك كده اللي هو اللي بيدوب في البق. ربنا يرزقنا من موز الجنة يا رب جميعا، ويجمعنا جميعا نحن وكل الحاضرين في جنة عرضها السماوات والأرض ببركة هذه الليالي الطيبة. يا أهلا وسهلا بيكم. عمار بقى، عمار اللي واكل، أنا دلوقتي عندنا عمار واكل كبسة وده مشي، إنما عمار اللي واكل ثريد هو اللي موجود وعنده نقطتين. وإيه؟ أهلا وسهلا. انت جاوبت على سؤالك اللي فات ولا لا؟ نعم جاوبت. اللي هو كان ايه سؤالك اللي فات؟ صوت الكافرون. صح ايوه مال الكافرون. ده انت نعم. عندك نقطتين، ولو جاوبت هتبقى انت صاحب المركز الاول، هيبقى انت في المقدمه يا راجل، هتبقى انت قائد السباق، هتبقى انت رئيس العصابه. مركز معايا ومصحصح ولا ايه؟ لا مصحصح الحمد لله. خد السؤال. القرآن سهل. سهل يا باشا ولا يهمك. القرآن ذكر على لسان شخص أو أشخاص معينين قول الله تعالى أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون. مين اللي قالوا الكلام ده في القرآن؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون. الله الله. سحرة فرعون. يا سلام عليك، وأنت تقود السباق وحدك وواثق الخطى، يمشي ملكا عمار ثريد ومتقدم ومتفوق بثلاث نقاط، يليه في المركز الثاني عبد الرحمن سامي هو والرجل الرائع المتميز أشهل بنقطتين. والسؤال الرابع يا جماعة، فين عمار صبري؟ يا عمار يا صبري
يا عمار يا صبري والله الود ود اتصل بيك على الموبايل يا شيخ، انا عارف ظروف النت في اليمن، والله والله ان وجوده وتواجده معنا هذا الشيء على الرأس، وكان عنده فرصة كبيرة للمنافسة، كنت هسأله اسئلة سهلة، لكن الله المستعان الله المستعان. يحتدم السباق الآن ويستعد اشهل للإجابة على السؤال الصعب اللي جاي له. يا عم اشهل، الله الله، ده الناس كلها موجود وجود بالموجود، اطلع يا حبيبي اطلع اظهر وبان عليك الامان. قال الله تعالى في سورة البقرة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما معنى كلمة يشرون هنا في هذه الآية؟ اظهر وبان عليك الامان يا اللي انت عندك نقطتين، يعني هو مار يبيع الدنيا ويشتري الآخرة مقابل، يعني ايه؟ قلت لي ايه؟ قول كده تاني معلش. يعني هم المقصود ان هم يعني ما يريدوا الدنيا، يريدوا الآخرة. لا، كلمة ايه؟ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، انا بس حاطط خط كده تحت كلمة يشرون. يعني ايه كلمة يشرون دي بالذات؟ حاطط خط تحتها كده، خط احمر عريض، عشان عايز اعرف معناها. عيد الايه استاذ يوسف. ايوه، ما انت شرحت لي الايه، انت شاطر وذكي، انا بس عايز اعرف كلمه يشرون معناها ايه. يشتري يعني يشرون، يعني ايه؟ يعني مقابل يريد تجاره يعني. ايوه ركز بقى معايا بقى وابحث، ده عايزه دي عايزه البحث. ما هو انا مش هقول لك حاجه سهله كده، ما لازم يكون فيها تكة. بس صحصح معايا يا عم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل سنة وانتم طيبين، صحة وسلامة وسعادة، وتتجدد اللقاءات وتتجدد التنافسات. عبد الرحمن يا سيام، استعد لسؤالك الجاي، والله العظيم ما أرحمك. ده أنا هسألك حتة سؤال هيخليك يلف، بس أشوفك، بس أشوفك. هيا معلم، اتأخرت قوي كده. لا لا، بس الذين يبيعون الحياة الدنيا مقابل الحياة، يعني ايه بقى؟ يعني يشرون معناها ايه؟ يبيعون. ايوه كده، هو ده الكلام، يبيعون. ما هو انت بتقوليش يشتري، شفت لما بحثت لقيت ان المعنى ازاي؟ يشرون يشرون يعني يبيعون، يشرون يعني يبيعون، هو ده الكلام. عكس يشتري، يشتري غير عكس يشري في اللغة العربية، وهذا فرق دقيق ومهم. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة معناها الذين يبيعون الحياة الدنيا ليحصلوا أو ليضمنوا ثواب الآخرة. بارك الله فيك، ونقطة ليك يا شيخ. طبعا احنا يهمنا معرفة المعلومة صحيح، بنصبر عليكم وبنتأخر لحد ما تبحثوا وبتاع، ولكن الهدف ان احنا نعرف المعلومة ونستفيد المعنى الجليل من معاني هذه الآيات الرائعات، أكثر من إن فكرة الجائزة والمسابقة. الجوائز بتروح وتيجي وبتلف وتطلع، ويعني في الآخر هي نصيب ورزق، لكن المعرفة والمعلومة هي التي تبقى. وأنت بعدين لما تيجي تقرأ الآية وتستشعر المعنى الجديد اللي أنت فهمته، هتحس إن فهمك لها أحسن وأروع. يا معلم عبد الرحمن، قول لي بقى، من هي أم المؤمنين التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة؟ اديني بقى عبد الرحمن سامي لو سمعني. عبد الرحمن سامي، من هي أم المؤمنين التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة؟ تدقوا بشاكوش ولا ايه؟ لا انا بس بعمل له موسيقى تصويرية. السيدة عائشة. اجابة غلط غلط غلط.
اتجوز عائشة رضي الله عنها في بداية انتقاله إلى المدينة، ولكن التي عاشت معه في مكة والمدينة هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. خد عندك بقى يا شيخ يا قائد السباق عمار ثريد. نعم عمار كلبان ما ثريد. عمار ايه؟ عمار الكلبان وليس عمار ثريد. ما هو في عمار تاني فهو عمار حبيبي. انا بس بمزح معاك. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو في هذه الآية؟ العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو في هذه الآية؟ الله يحييك ويبارك فيك. والصمت الذي يسبق الإجابة بفضل الله تعالى وبحوله وقوته. يعني إيه العفو؟ كلمة سهلة جدا العفو. ها اطلع اظهر وبان عليك الأمان. كل ده بتبحث يا راجل؟ ده انت لو بتدور في تفسير القاسمي كنت لقيتها. الله الله عمار. الله الله عمار يا كلباني. الله الله عمار يا كلباني سمعنا صوتك. اتأخرت كتير يا راجل، اتأخرت كتير، سمعنا بقى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ده انت متقدم السباق ومتسيد الفرس. طب التجاوز. ها التجاوز عن الذنب. الله 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 عليك. فلتت منك المره دي يا عمار، فلتت منك. هارد لك. فلتت منك يا عمار واول اجابه خاطئه. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا معناها الفضل او الزياده، يعني انفقوا مما زاد عن احتياجكم. هينفقوا ازاي من الغفران والصفح يا شيخ؟ انت بتتكلم في ايه؟ مش تحط المعنى كده وتقيسه قبل ما تقوله لنا. ينفقوا العفو. العفو يعني ما زاد عن الاحتياج، الفضل الزياده. يعني خد اساسياتك وانفق مما ايه؟ مما زاد عن احتياجك. ده يعني اساس الانفاق. وان كان طبعا الانفاق حتى مما يعني من الاساسيات امر مرحب به دائما وابدا. يا عمار ثلاث نقاط عندك. اخوك الحبيب اللي في الاول اشهل. ان شاء الله نعوض الزياره ان شاء الله. ان شاء الله اشهل عاده من بعيد واصبح عنده ثلاث نقاط. وعبد الرحمن سامي عندك كم نقطه؟ عبد الرحمن قول لي كده. عنده نقطتين. وانا بجيب لك اقل اسهل اسئله يا راجل. ما انتش عشان خاطر لنا السؤال الجاي سهل. ما انتش مكسوف وانت بتقول عندك نقطتين. مش مكسوف عمار بس برضه حبيبي عبد الرحمن لينا بقى حبيبي. هيكون عندي ثلاثة. استعد معايا اخويا اشهل حبيبي. علومك. طيب. قال الله تعالى واذا اظلم عليهم قاموا، يعني بيوصف حال المنافقين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما معنى قاموا في هذه الآية؟ أنا حاطط لك برضو تحتها خط. يكاد البرق يخطف أبصارهم كل من أجمل وأروع الأمثلة القرآنية. طبعا أمثلة القرآن كلها جميلة، ولكن دائما الواحد لما بيفهم معنى المثل القرآني بيزداد تعلقه وارتباطه بالآية. وإذا أظلم عليهم قاموا. ما معنى قاموا يا رجل؟ تفاعلوا معايا كده يعني. دور بس خد ودي معايا في الكلام، ما تسيبنيش لوحدة أكلم نفسي. قول لي حاضر، قول لي إن شاء الله بفكر. ود الحلال اقول لك حاضر وانا في المركز الاخير. حد ما اقول لك لا يا شيخ، ما انتش في المركز الاخير، ده انت في المقدمه. انت عندك كم نقطه؟ ثلاثة صح؟ لا والله للاسف هنتين. انت الله الله. يلا بسم الله ادينا بقى وخد النقطه الثالثه. يلا عشان ده السؤال الاخير اللي هيحسم ويحدد صاحب اللقب. استاذي بس هذه الايه اللي ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وابصارهم. ايوه الله الله، ده انت مكملها كمان.
هي هذه الآية اللي تقصدها صح؟ طبعا. الله. يعني أظهروا أستاذي بس أظهروا. يا سلام عليك يا عم، فكر فيها يا عم، تزوق الآية. إجابتك غلط للأسف. يكاد البرق يخطف أبصارهم، البرق هيضيع عينيهم، كلما أضاء لهم لما ينور يمشوا. طيب وإذا أظلم عليهم لما يطفي يعملوا إيه؟ يخافوا. ما هربوا، بيمشي لما ينور، يبقى لما يطفي يقفوا. يا جماعة البديهيات، يقفوا يثبتوا مكانهم. ها خايفين، يبقى إذن معناها يثبتوا. زيها قول الله تعالى ولتقم طائفة منهم معك. لتقم هنا برضو معناها تثبت، مش معناها أنهم كانوا قاعدين ووقفوا. وفلتقم طائفة، ها زيها زي قول الله تعالى، ها مش رجيم، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. تقوم يعني تثبت مكانها بأمر الله تعالى. ها فإذا قاموا معناها إيه؟ ثبتوا. هارد لك يا شيخ أشهل. إذا عبد الرحمن عنده نقطتين. يلا عبد الرحمن سؤالك الجاي يا عبد الرحمن. معك برضو في تفسير معاني كلمات الله عز وجل. أوكي. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما معنى كلمة ممنون هنا؟ كلمة ممنون؟ ركز معايا بقى واديني الإجابة الصحيحة. نفسي مرة من نفسي سمعني حاجة، خليني أقول لك برافو عليك. انت لو ما جاوبتش الراجل التاني هيفوز بالمسابقة من غير ما يجاوب ولا سؤال اللي قدامك، عمار الكلباني. جاوب بقى، حرام عليك، جاوب إجابة صحيحة. خلينا نحطه تحت ضغط، اديني إجابة صحيحة ولا اديني سؤال. الله عليك يا حبيب والدك، سلام عليك يا شيخ عبد الرحمن. غير مقطوع، غير منقوص بالفعل، لأن ممنون. شكر خاص للغريب. شكر خاص للغريب فعلا، وشكر خاص ليك انت كمان انك قدرت تجيب الإجابة. مش معناها ان هي بغير من عليهم، لأن الناس بتفهمها ان ربنا لا، ده بالعكس، ده لله الفضل والمنة على كل عباده في الدنيا والآخرة. ولكن معنى ممنون هنا ان هي ايه؟ غير منقوص، غير مقطوع، أجر متكامل. بارك الله فيك حبيبي، فرحتني. اطلع لي بقى انت يا عمار يا كلباني، وانا هجيب لك سؤال. قال الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا؟ تجاوب السؤال مبروك عليك الفوز بالمسابقة، ما تجاوبش السؤال يبقى فيه لعب إضافي ما بينك وما بين عبد الرحمن سامي. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ما معنى قوله تعالى جابوا؟ كلمة جابوا هنا في الآية دي معناها إيه؟ عمار الكلباني لو تسمعني قول لي أنا موجود. عمار الكلباني موجود؟ نعم. أيوة كده يا عم، خد ودي معايا، أنا عارف إنك بتدور، بس خد ودي معايا، حسسني إنك ما بتدورش في النت، فاهم إزاي؟ اديني كده ايه، خد ودي معايا. الله، سؤال صعب والله، وكلمني كده، فاهم ازاي؟ ما شاء الله السؤال الصعب ده، فاهم ازاي؟ اللي هو انك ما تسيبني بكلم نفسي كده، يعني بصراحة مش مستنين اجابتك اخويا العزيز واستاذي الغالي والفاضل عمار الكلباني. ها وضعوه او جمعوه؟ جمعوه.
ووضعوه. لا ما هو الكلمتين معها وضعوه أو جمعوه. لا الكلمتين مختلفين عن بعض خلص. ده انت جابوا يعني ايه وضعوا؟ كلمة بقى واحدة. ما هو وضعوا دي حاجة وجمعوا حاجة تانية خالص، وهو الفعل واحد بس جابوا. وضعوه يا حبيبي. اجابتك غير صحيحة. جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر ونحتوه، ودي كانت من مميزات من المميزات الجسدية والعملية لقوم ثمود قوم صالح عليه السلام، انهم بينحتوا الجبال وتنحتون الجبال بيوتا. فجابوا هنا في ناس كتيرة بتفهمها انها جابوا يعني ايه يجيب، يعني الفعل العام يعني ان هو يجيب الصخر ويحط الصخر في، فاهم ازاي؟ لكن لا، معناها قطعوا الصخر. عبد الرحمن يا سامي تنفست الصعداء. وسؤال نعم. دلوقتي ترجيحي ما بينك وما بين اخوك وحبيبك عمار، اللي هيجاوب اسرع السؤال. انا هسأل السؤال، اللي هيقوله اسرع هو اللي يفوز بالجائزة النهاردة. قال الله تعالى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ربنا بيوصف الناس اللي لما في الجاهلية لما يتولد له بنوتة، ها، وإذا بشر وجههم يتوارى من الغيظ من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ الخط تحت كلمة هون معناها إيه؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وهنا الصراع ما بين عمار، مين اللي هيسمعنا الإجابة الأول، عمار وعبد الرحمن الغريب ولا اللي بيبحث مع عمار؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يلا كلباني يلا أفا على الأقل إذا ما أنا فايز أهم شيء عنان. يلا كلباني الأشهل بيشجعك. ذل معناتها ها؟ ذل الهوان على الوجهين. على الوجهين، إذن ذل هي إجابة عمار، والهوان على الوجهين هي إجابة عبد الرحمن. وللأسف الشديد هشرب كوباية شاي وأقول لكم مين اللي جابته صح. نفس الصعداء. مبروك عمار الكلباني، قلتك صحيحة بالفعل. عمار الكلباني يفوز بالمسابقة. على هون فعلا معناها الذل، على هون يعني على ذل وعلى مضض، وليس معناها على مهل. يعني في بعض الناس فكر انه يعني بصراحة مسابقة قوية جدا. أعطيك العافية شيخ حسين، وألف مبروك لعمار الكلباني أخويا وصديقي، ويعني اسمحوا لنا شيء من المزح والجو اللطيف كده في المسابقة عشان نرفع المعنويات ونغير الجو. هارد لك عبد الرحمن، حاولت محاولة جميلة، وشكرا لأشهل وشكرا لعمار صبري اللي انقطع عننا يعني الاتصال بالغصب عنه، وشكرا لكل اللي تواجدوا معنا اليوم، وأهلا بك حسين اتفضل. حبيبي طبعا نشكر الفائز بالمسابقة وهو عمرو الكلباني أو عمار، خليني أثبت الاسم، عمار الكلباني عمار. طبعا فائز بأول جوائزنا في مسابقة رمضان 1442، ضيعتوني انزين. المهم ألف مبروك إن شاء الله، وبإذن الله تعالى بتوصل لك هديتك. الهدية بتكون عبارة عن سبيكر قرآن كريم مقدم من المؤسسة لك كأول هدية مناسبة لشهر رمضان المبارك. وانتظرونا طبعا في الأسبوع القادم في نفس الموعد 9 مساء كل سبت من أسبات رمضان. يعطيكم العافية، شكرا أستاذ رامي، شكرا للجميع، شكرا لكل من شارك، وهرد لكم لمن خسروا، ولكن ما عندنا خاسر، عندنا مستفيد وعندنا رابح. إن شاء الله له فرصة ثانية،
وأنا أتمنى هو مجرد تمني للي فاز إنه ما يكرر مشاركته عشان نفتح الفرصة للثانيين إنه يشاركون ويفوزون. طبعا يعني بأمانة وصراحة هذا طلب أخوي مني، ولكن الباب مفتوح للجميع. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا. كنتم مع مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في مسابقة الأولى الرمضانية لهذه السنة. إن شاء الله نلتقيكم في السبت القادم.